بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات السنة السادسة ابتدائي. عندنا الصفحة شحال؟ 115. نشوف الصفحة رقم 115. سلم تصميم. عندنا أولا حساب ذهني سريع. ملي تنضربوا شي عدد في التسعود باش نلقاو النتيجة بسرعة، شنو تنعملوا؟ تنشدوا داك العدد تنضربوه في 10 وتنقصوا منه داك العدد. ملي تيكون عندنا بحال هنا 94 مضروبة في 90، شنو 94 مضروبة في 90؟ يعني راه 94 9 مرات ولا 94 مرة. هذا هو المعنى ديال الضرب. ملي تنقولوا 5 في 4 راه المقصود بها 5 4 المرات ولا 4 5 المرات. اذا دابا عندنا 94 غنفترضوا بانها 9 المرات، شنو غنعملوا هنا؟ غندير 94 في 10. غنديروا 10 ضرب 94 يا 940، يعني غنزيدو صفر ونقصو واحدة، حيت عندنا هنا في الحقيقة غير 9 94ات. وكذلك بالنسبة للأعداد الأخرى اللي غنضربها في 90، ملي غنديرو مثلا 16، ملي غنعملو مثلا 16 في 90 المقصود به 9 16ات. إذا حنا علاش منديروش 10 16ات وتعطينا 160 غنعرفوها بسرعة حيت غنزيدو صفر وعن نقص واحد ولا نقصو 16. نقصو 16 حيت دابا عندنا هنا وحسب ذهنيا 57 مضروبه في 90. اذا اول حاجه شنو غنعملو؟ 5 في 57 في 90. شنو غنعملو ليها؟ غنديرو 57 في 10. 10 تعطينا 570. 570 وهي 569. 500 لا 500 وسبعين غنقصو من 57، حيت حنا ملي درنا 57 ضربنا في 10 رحنا بحال حسبنا 10 57ات وحنا عندنا غير 9 57ات. غنقصو من 10. انت تاش نقولك باش تعرف واحد القضيه اخرى، حنا بحال عندنا 9 الخشيبات، 9 الخشيبات غنعتبر بان 57 هي الخشيبه، 9 الخشيبات. حنا باش تجينا العمليه سهله حيت حنا راه عندنا حساب ماشي خشيبات، اذا حنا باش تجينا العمليه سهله تنديرو 10 الخشيبات وتنقصو خشيبة، تنديرو 10 الخشيبات وتنقصو خشيبة، شنو مقصود بها؟ هي 9 الخشيبات هي اللي معطيانا هنا، أولا هي 9 الخشيبات هي اللي معطيانا هنا، نفس الشيء هنا، عندنا 9 57ات، حنا غنعملو 10 57ات وغنقصو 57 لحقاش هنا معطيانا غير 57 في 90، حنا فقط زدنا ديك 57 غير باش نسهلو الحساب باش نحطو صفر بسرعة، حتى نعرفو حنا تنعرفوا بان اي عدد ضربنا في 10 تنزيدو صفر، الى ضربنا اي عدد في 10 تنزيدو صفر، الى ضربنا اي عدد في 100 تنزيدو صفران، اي عدد ضربنا في 1000 تنزيدو 3 الاصفار. هذا في حاله الا كان عندنا عدد صحيح طبيعي بحال هذا. اما الا كان عدد عشوري تنبقاو نقزو بالفاصله اليمين حتى تتكمل دوك الارقام اللي على حساب العدد ديال الاصفار. مثلا عندنا 5.7، 5.7 ضربنا في 10 أكيد غتعطينا 57، حيت غنزيحو الفاصلة اليمين برقم واحد، حيت 10 عندها صفر واحد، الحمد لله. إلا شدينا 5.7 وضربنا في 100، شحال غنزيحو الفاصلة اليمين؟ غنزيحوها بجوج الأرقام، حيت ضربنا في 100 و 100 عندها جوج الأصفار، فهمتي؟ وحنا عندنا شنو؟ عندنا 5.7، و 5.7 عندنا رقم واحد مرة الفاصلة، شنو غنعملو؟ في هاد الحالة؟ إذا عندنا 5.7 ضربناها في 100، 0.7 ضربناها في 100، إذا غتولي عندنا غنديرو 0.0. لا غنزيحو الفاصلة اليمين غتولي 57، ولكن هادي راه فقط ملي تنضربوها في 10، ملي تنديرو 5.7 نضربوها في 10 غتعطينا 57، ولكن حنا ضربناها في 100، إذا تنزيدو نكملو بالصفر، شحال غتولي عندنا؟ في هاد الحالة غتولي عندنا 570، واش فهمتي ولا؟ هانت عندنا 5.7 مضروبة في 10، هنا عندها صفر، هنا عندو رقم مرة فاصلة، ياك؟ إذا هنا شنو غنعملو؟ غتولي عندنا هي 57، حيت زحنا الفاصلة برقم واحد، هو هذا اللي عندنا نيتنا، ضربنا في 10، دابا غنديرو 5.7 مضروبة في 100. إذا بطبيعة الحال غنزيحو الفاصلة بجوج الأرقام حيت عندنا حيت 5.7 ضربناها في 100 و100 عندها جوج الأصفار،
إذن غنزيحو وديك الفاصلة غتمشي وما غتلقاش الرقم واحد آخر غدير صفر. هاتي فهمتي. إذن غتولي عندنا 570. كذلك إلا برمي في 1000 مثلا، إلا مثلا عندنا 0.57 مثلا، إلا عندنا 0.57 مضروبة في 10000، إذا شحال غنزيحو الفاصلة اللي تجي؟ شحال من صفر عندنا هنا؟ 4. عندنا 4، شحال غنزيحو الفاصلة اللي تجي؟ بربعة الأرقام. حنا شحال عندنا من رقم هنا؟ جوج. إذا شحال غنحركو الفاصلة؟ بربعة. وحنا عندنا يلاه جوج، شنو غنعملو؟ غنديرو جوج فاصلات، جوج أصفار. غنكملو جوج أصفار، غتولي عندنا 57 وغنكملو جوج أصفار، وغنقراو الرقم، الحمد لله. هادي بصفة عامة. إذا عندنا هنا 57 ضربة في 90. إذا باش يسهل الحساب تنزيدو 57 وفي الأخر تنقصوها، تنزيدوها تتولي عندنا 10 57، مقصود 57 ضرب في 10 إذا غتعطينا 570 وغنقصو منها 57، الحمد لله. نفس الشيء هنا عندنا 54.2 مضروبة في 90 ياك، إذا غنضربها في 90، شنو المقصود؟ غنديرو 54.2 غنضربها في 10، ولكن غنقصو منها عدد حيت حنا زدنا عدد من هذا، بحال زدنا واحد العدد آخر باش كملنا 10 54.2. نفس الشيء عندنا 78 في 90 غنديرو 78 في 10 ونقصو 78، نقصو 78 حيت 78 زدناها باش ولات عندنا 10 78، وهذا هو المعنى ديال 78 في 10. ملي تنقولوا 78 في 90 راه 9 78، هذا هو اللي عندنا. حنا زدنا وحده، حنا زدنا 78، ولكن في الاخر ملي غنحسبوا غنقصوها. اذا عندنا 3.6 مضروبه في 90، غنديروا 3.6 غنضربوها في 10، يعني اننا زدنا 3.6. ملي غنلقاو الحساب، ملي غنلقاو النتيجه اللي هي 36، غنقصوا منها 3.6 اللي زدنا في الاول باش سهلنا الحساب، واش الحمد لله؟ حتى كنقولنا نضربوها في 10 عاد حيت ما معطيناش حنا، حيت ما معطيناش هاد 10 نضربوها في هذاك العدد. اذا عندنا هنا تمثل 3 سنتيمتر على التصميم مسافه حقيقيه قدرها 15 مترا، احدد سلم هذا التصميم. ما معنى سلم التصميم؟ قلتي باقا ما شرحتوش ياك، قلتي باقا ما شرحتوش. المهم سلم التصميم وهو واحد العدد، بحال دابا انا عندي واحد بلاكاره كبيره بغيت نمثلها على الورقه، فهمت ولا؟ بغيت نمثلها على الورقه. هاد البلاكاره اللي غنحطها في الورقه، واش البلاكاره قد قد الورقه؟ لا ما غتجينيش. اذا شنو غندير؟ غنصغرها، ولكن باش نصغرها غنحتاج سلم التصميم باش نصغرها. غتحتاج سلم التصميم. اشنو هي الوظيفه ديال سلم التصميم؟ سلم التصميم تحافظ على الابعاد التناسبيه ديال داك الشيء اللي باغي نمثلو على الورق. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا هاد البلاكار اللي غنمثلها، يعني هاد الخزانه اللي غنمثلها على الورق، مثلا هي طويله الفوق عاليه، ولكن ما عريضاش بزاف. انا غنجي نمثل على الورق غنديرها عريضه بزاف وما طويلاش، والصحيح هاد الرسم هذا؟ لا. اذا شنو هو اللي غيحكمني ويخليني نحط داك البلاكار كما هو؟ ماشي كما هو، ولكن متناسب مع الابعاد ديالو، وهو هذا سلم التصميم. ما معنى هذا؟ مثلا الا كان الطول ديالو 3 متر، الا كان الطول ديالو 3 متر مثلا غنقدروا نحطوا على الورق 3 سنتيمتر ياك، 3 متر 3 سنتيمتر. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان كل متر تمثلو انا على الورق بسنتيمتر، واذا كان العرض ديالو جوج الامتار غنحط جوج سنتيم، واذا ما حطيتش جوج سنتيم مع 3 سنتيمتر ديال العلو ديال الطول، اذا تنتسمى بانني هاد العامل غير تناسبي، الحمد لله. هاد الرسم تيتسمى بانه غير تناسبي، علاش؟ لانه ما حافظش على الابعاد التناسبيه. خاصني علاش ما قسمت الطول ديال داك البلاكار، خاصني نقسم ايضا العرض ديالو، خاصني ايضا نقسم الابعاد ديال الابواب ديالو الى اخره على نفس الرقم. هذا هو المقصود بسلم التصاميم. بحال دابا شنو عندنا هنا؟ تمثل 3 سنتيمتر على تصميم. شنو على تصميم؟ على الورق. على الورق، يعني على الورق حطيت 3 سنتيمتر ديال واحد الرسم، فهمتي؟
مسافة حقيقية ما عطاوناش وماش نرسلنا. قال لك سيدي هذا البعد ديالو هو 15 متر، ما تسول ليش على ذاك الشيء، فهمت ولا؟ تكون طريق، تكون بلاكار، تكون سجاب، المهم أن الأبعاد ديالها 15 متر وحطيناها على الورق 3 سنتيمترات. إذا مش نعملنا علاش قسمنا؟ ومش العادة تنحطه ولكن عاد تنحوله. تقدر تحطه بالمليمتر وتقدر تحطه بالسنتيمتر، اللي تهمنا هنا أنك تفهم شناهو سلم التصميم، يعني واحد الرقم تتقسم عليه، هذا هو المعنى ديالو. يعني ملي تكون عندك الحقيقة تتقسم عليه باش تلقى كيفاش غتمثل على الورق. بحال دابا عندنا هنا 15 متر مثلناها على الورق ب 3 سنتيمتر، شناهو هذا سلم التصميم؟ أول حاجة شنو خصنا نعملو؟ عندنا السنتيمتر في المتر، شفنا السنتيمتر مثل على الورق، تما الحقيقة متر. شنو أول حاجة خصنا نعملوها؟ شنو غنديرو؟ شوف أول حاجة خاصك تنتبه بأن هذا بالمتر وهذا بالسنتيمتر، ممكن ليش نقسم متر على واحد العدد ونلقى السنتيمتر؟ لا دابا هادي غنحولوها سنتيمتر. سنتيمتر وعاد غنقسمها، عاد غنقسموها على 3 باش نعرفوا العدد اللي قسمنا عليه 15 متر باش لقينا 3 سنتيمتر. إذا 15 متر شحال فيها من سنتيمتر؟ يعني 1500. يعني كل متر فيه 100، إذا هي 1500. 1500 سنتيمتر غنقسموها على 3، شحال غتعطينا؟ تعطينا 500. غتعطينا 500. إذا شنو هو سلم التصميم؟ سلم التصميم هو اللي إذا شحال دابا سلم التصميم شحال؟ هو 500. لا، واحد على 500. علاش واحد على 500؟ حيت درتي 500 شنو نقصد بها؟ يعني شدينا 1500 وضربناها في 500، إذا العدد غيكبر ما غاديش يصغر. إذا شنو باش يكون سلم التصميم ديال القسمة؟ تنديرو واحد على داك العدد، باش ملي نشدو ديك 1500 ونضربها في واحد على 500، يعني بحال شدينا 1500 وقسمناها على 500، غتولي بحال قسمة بطريقة غير مباشرة، فهمتي ولا؟ هذاك الشيء عطاوها واحد على 500، حيت اللي عطاوها 500 وضربتي فيها العدد الحقيقي، ما غاديش يصغر باش نحطوها للورق، بل غيكبر، فهمتي ولا؟ يعني عطيتي 500 عطيتها باش يضربها في هذاك العدد، باش يصغر لي العدد. في حين ان ما غيصغرش، الا لما دير واحد القضيه غتشد واحد وتقسمها على 500 غتعطيك مثلا 0.02، فهمت ولا؟ هذا هو سلم التصميم، فهمت ولا؟ يعني ما عمره غيطلع فوق واحد، غيكون ديما تحت واحد، يعني بين الصفر والواحد غيعطيك 0.02. اذا هذا سلم التصميم، ولكن غالبا انه تكتب بواحد على واحد الرقم، واحد على واحد الرقم ديما. دابا الا كان عندنا، دابا تصور بانهم عطاوك سلم التصميم هو واحد على 500، وعطاوك باننا مثلنا واحد المسافه على الورق 3 سنتيمترات، تيقول لك اشنو هو المسافه الحقيقيه؟ شنو تتعمل هنا؟ المسافه الحقيقيه دابا عاطينا 3 سنتيمترات، دابا تصور بانهم عطاونا 3 سنتيمترات، وهاد واحد على 500 اللي لقينا هي اللي عاطينك، ما عاطينكش 15 امتار، شنو غتعمل؟ نديرو ديك المسافة على الورق وبغيت تلقى المسافة الحقيقية، شنو تتعمل؟ دابا هانتي شوف المسافة الحقيقية بغا نلقاو المسافة على الورق شنو تنعملو؟ هذا تنقسمو على تنقسمو على العدد، ولا بغا نديرو العكس؟ عدي المسافة على الورق وبغيت تلقى المسافة الحقيقية شنو تنعمل؟ ما تنقسمش، شنو تنعمل؟ تنضربو. فاش غنضربو؟ فاش غنضربو 3 سنتيمترات؟ 3 سنتيمترات نضربها في السلة. شنو هو السلم اللي غنضربو في هاد واحد على 500؟ لا العكس، غنضرب في 500. 500 اي هو تتبقى سميتو كواك واحد على 500، ولكن تجي تكون عندي حيت هذا ماشي كبار، باش غيكبر؟ لو ضربتي في واحد على 500 راه غيزيد صغار، فهمتي ولا؟ راه بحال ما غتشدي 3 سنتيمترات وغتقسميها على 500 باش تصغر، غيزيد صغار. وحنا شنو بغينا؟ بغينا يكبر، بغينا المسافة الحقيقية، فهمتي ولا؟ إذا راه منطقيا واضحة، الحمد لله. غتشد 3 سنتيمترات وغتضربها في 500 وغتعطيك 1500 وغتحول الامتار وغتلقى 15 متر، الحمد لله. اذا ما يخص شنو هو المقصود بسلم التصاميم، يعني ماشي شي حاجه واعره، الحمد لله. اذا هنا عندنا احدد المسافه التي تمثل مسافه حقيقيه قدرها 4.5 متر. قال لك احدد المسافه التي تمثل مسافه حقيقيه قدرها 4.5 متر. شوف دابا عطاونا هذا المثل الاول،
اشنو طلبوا منا ملي عطاونا هذا المثال ديال 3 سنتيمترات وعطاونا 15 متر اشنو طلبوا منا؟ طلبوا منا نلقاو المسافه. اشنو طلبوا منا في الاول؟ هاو ما عطينا المسافه الورق، عطينا المسافه الحقيقيه. طلبوا لنا نبحثوا على السلم. السلم لقيناه ولا ما لقيناهش؟ طيب شحال لقيناه؟ واحد على 500. على 500 قال لك دابا ملي لقيتي هذا هو كيفاش خاص تفهم السؤال. دابا في السؤال الثاني شنو هو؟ شوف السؤال الثاني هو حددوا المسافه ياك الى اخره. شنو المقصود هنا؟ السلم. دابا راك لقيتي السلم وخاص ايوا شنو غتلقى لينا؟ قال لك القى لينا المسافه التي تمثل مسافه حقيقيه قدرها 4.5 متر. شنو فهمتي من السؤال؟ حدد المسافه. مسافه شنو؟ ايش المسافه؟ شوف كمل. المسافه الحقيقيه. لا المسافه التي تمثل. ما معنى تمثل؟ سماع تصميم. هل عنده واحد الرسم ديال البلاكار يمثل بلاكار، عنده واحد الرسم ديال الدار يمثل دار، فهمت ولا؟ شنو قال لك هنا؟ احدد المسافه التي تمثل. شنو غنلقى؟ غنلقى المسافه اللي تتمثل. شنو غتمثل لينا؟ باش نلقاو صغيرة. شنو غتمثل لينا المسافه اللي غنلقاو؟ شنو تتمثل لينا؟ تمثل مسافه حقيقيه قدرها 4.5 متر. متر شي سنتيمتر متر. متر اي ما معنى 4.5؟ هي وهي المسافه ديال اللي كاين على الحقيقه. حقيقه. اذا شنو المطلوب منا هنا؟ شنو غنلقاو؟ نلقاوها على التصميم. على التصميم. على الورقه. ولكن واش عندنا سلم تصميم ولا؟ عندنا ولا عندنا سلم تصميم ولا عندنا سلم تصميم. دابا بحال اللي قالوا لك ملي ولا عندك سلم تصميم ولقى لنا المسافه اللي على الورق اللي تتمثل لنا 4 متر اللي تتمثل لنا 4 متر فاصل 5 فهمت ولا؟ هذا هو المعنى ديال السؤال. شنو هي المسافه اللي على الورق؟ شنو غنعملوا؟ غنديروا 4.5. الأول حاجه غنحولوها. اول حاجه خاصك تحولها لان غتلقاي المسافه على الورق غتلقاها بالسنتيمتر او بالمليمتر حتى فهمت ولا؟ اذا غتولي عندنا شحال؟ 450. اذا هي 450. اذا شنو غنعملوا 450؟ 450 غنضربوها في 1 على 5. 450 على 1 على 5. ها انت شوف ها انت 450 مضروبه في 1 على 500 اذا وبالتالي غتنقص هنا غتنقص بلاصه الواحد فهمت ولا؟ 450 غتنقص بلاصه الواحد على 450 على 500 بحال قسمه بطريقه غير مباشره قسمه بطريقة الضرب فهمت ولا؟ انت ملي غتشد مثلا 450 مضروبه في 0.02 ما معنى هذا؟ راه بحال قسمتي على 500 حيت 1 على 500 هي 0.02 فهمت ولا؟ بحال القيمه قبيله فهمت ولا؟ راه الضرب ماشي المقصود به ديما هو الضرب راه ممكن يكون قسمه على شكل ضرب فهمت ولا؟ وممكن تكون ضرب على شكل قسمه فهمت ولا؟ الا شديتي مثلا إلا شديتي مثلا 50 مقسومة على 0.02 ما معنى هذا؟ راه معناتها أنك ضربتي في 500. إيه. فهمت ولا لا؟ إيه. إذا عندنا 450 مقسومة على 500. سعود. 0.9. 0.9. إذا 0.9 شنو؟ إيه. ها؟ مسافة على التصميم. 0.9 سنتيمتر. راح تقسمنا السنتيمتر على 500 ياك ولا لا؟ اه اذا شنو خاصنا نلقاو؟ خاصنا نلقاو بالسنتيمتر. اذا هاد 0.9 شنو هي؟ سنتيمتر. اشنو تمثل لينا؟ مسافه على التصميم. ها المسافه على التصميم. اذا غنشدوها غنمثلوها على التصميم. واش عرفتي شنو هي 0.9؟ اه شنو هي؟ هي سنتيمتر قل سنتيمتر قل من قلاش؟ واش وصل سنتيمتر هنا؟ راه 0 سنتيمتر ولكن راه فاصله تسعود شحال بقى له باش يكمل سنتيمتر؟ باقي الواحد. شنو هو الواحد؟ شنو هو ذاك الواحد؟ سنتيمتر هو اللي كاين فوق. اشنو هو؟ قالوا مليمتر 0.9 ما معنى هذا؟ ديك الشريطه الصغيره اللي كاينه في المسطره هي اللي ناقصه ماشي الكبار الصغير هذاك هو اللي ناقص باش يكمل سنتيمتر يعني ناقص مليمتر واش فهمت ولا؟ يعني السنتيمتر قل مليمتر هذا هو المقصود ب 0.9
سنتيمتر او صفر سنتيمتر فاصله 90. فهمت ولا؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني عندنا هنا، احسب طول طريق سيار على خريطه ذات السلم واحد على شحال؟ خمسة المليون. خمسة المليون، ما معنى واحد على خمسة المليون؟ يعني غنشدوا المسافة الحقيقية ونقسموها على خمسة المليون، شنو غنلقاو؟ نلقاو المسافة على تصميم، على تصميم، أو ناخدو المسافة على تصميم ونضربوها فاش؟ خمسة الملايين، وشنو غنلقاو؟ المسافة الحقيقية. صافي، ماشي شي حاجة واعرة، فقط اللي نحضر معاه هو الوحدات، الوحدات يكونوا معاطينك هذا بالسنتيمتر وهذا بالمتر. نحول، اذا ديما نحول لواحد الوحده غالبا السنتيمتر حتى ملي نلقى المسافه الحقيقيه. هذيك الساعه بغيت نغيرها للمتر نغيرها، خاصه الا كان مطلوب مني. فهمت ولا؟ اذا شوف هنا، اذا علمت ان طوله الحقيقي هو 200 كيلومتر، فهمت ولا؟ اذا المسافه الحقيقيه شحال؟ هي 200 كيلومتر. عندنا الطريق ديال لوطوروت، طريق سيار، طريق ديال لوطوروت الطول ديالها 200 كيلومتر، بغينا نمثلو على الخريطه بواحد السلم ديال 1 على 5 المليون. اذا شحال غيجي الطول ديالها في التصميم؟ 200 كيلومتر. هذا 1 على 5 مليون. قلت لك شنو هي الحاجه اللي خاص تحضي معاها؟ شنو الحاجه اللي خاص تحضي معاها؟ الوحده. شنو عندنا تما؟ كيلومتر. شنو خاصنا نحولوها؟ سنتيمتر. سنتيمتر، اول حاجه خاصنا نحولوها بعدا للمتر. الكيلومتر شحال فيه من متر؟ كيلومتر معروفه، راه كيلو كيلو، شي غير كلمه كيلو، شنو هذه؟ كيلو كيلو متر، كيلو، راه هذه كلمه كيلو تتعني 1000. ملي تنقولوا كيلو غرام شنو مقصود بها؟ 1000 غرام. نرجعوا المهم نشوفوا المصطلح هو الاول، ملي تكون عندنا كيلو غرام راه المقصود بها 1000 غرام، ملي تكون عندنا كيلو متر المقصود بها 1000 متر. غير هما سموها كيلو، بلاص ما يقولوا 1000 قالوا كيلو. اذا ديما كلمه كيلو تتعني 1000، واش ولا لا؟ كيلو شي لغه؟ هكا هذا مصطلح، مصطلح عام، فهمتي؟ يعني كلشي تيعرفو، لا بالانجليزيه لا بالفرنسيه لا بالعربيه، فهمتي؟ يعني مصطلح عام، فهمتي؟ اذا عندنا 200 كيلومتر، اذا اول حاجه غنحولوها 200 كيلومتر للمتر، غنحولو بعدا للمتر. شحال عندنا؟ شنو غنديرو تما؟ 200 كيلومتر شحال من متر؟ 200 كيلومتر شحال فيها من متر؟ 200000. 200000، هذا متر، المتر حتى هو شحال فيه من سنتيمتر؟ معروف متر، اه فيه 100، فيه 100. شوف سنتيمتر، سنتيمتر سن، هي 100، يعني فيه على ما تقول 100 جزء من المتر، هذا هو المقصود، 100 جزء من المتر. الا شدينا 100 جزء وجمعناه غتعطينا متر، فهمت ولا؟ 200000، اذا شحال تساوي عاوتاني من السنتيمتر؟ غنديرو 200000، ها هي الاولى اللي كانت عندنا، وغنزيدو جوج الاصفار ديال السنتيمتر، ها هو. لا اذا شحال ولات عندنا هنا؟ ها؟ 100. نعاودو نصافو هاد الاصفار، اذا ها ثلاثة، ها ثلاثة، وها صفر، ها 20، 20 اش؟ 20 مليون. 20 مليون، اذا ولات عندنا 20 مليون سنتيمتر. اذا باش نلقاو المسافة على التصميم شنو غنعملو؟ غنديرو 20 مليون سنتيمتر. ايوه مالا؟ صافي نخليوها كم مليوحة؟ 20 مليون سنتيمتر على التصميم. هذا غنحطو هكا، هو باقي ما قسمناش، حنا يلاه حولنا المسافة ديال 200 كيلومتر، غتحطي 20 مليون ديال السنتيمتر في الورقة. لا، شنو غتجي بيها؟ الورقة غتجي في بيها، هي راه مدينة ما غتقدكش هادي، مدينة تاخذ المساحة ديال مدينة ما غتقدكش في هاد 200 مليون، فهمت ولا؟ 200 كيلومتر، 200 كيلومتر هادي، إذا شنو غتعملي؟ غنقسمها. إذا كيما كنتي غتقسمي 200 كيلومتر على على 5 المليون، غتقسمي هاد 20 مليون، 20 مليون على 5 المليون. إذا شوفي 20 مليون 5 المليون، إذا شنو تلاحظي؟ عندهم نفس المليون، نفس المليون. آه،
اذا غنختازلو دوك 6 الاصفار غتولي عندنا 20 انتي غتاخذي 20 مليون مقسوم على 5 المليون هي نديرو 20 اذا غنضربو على 6 الاصفار نضربو على الاصفار تولي عندنا 20 قسمها 5 هاتي فهمتي شحال تساوي هي 4 هي 4 اذا هي 4 هاد 4 شنو هي نقطه 4 سنتيمتر قسمنا 20 مليون سنتيمتر على ها 200 مليون على 5 مليون 5 مليون ها هو اذا طبيعه الحال قسمنا المليون على واحد الرقم ما فيه حتى شي وحده كون قسمنا على السنتيمتر غادي نحيدو ديك السنتيمتر حنا ما قسمناش على السنتيمتر قسمنا واحد العدد اللي ما عندوش حتى اللي ما عنده حتى شي وحده فهمنا شدينا 20 مليون قسمنا على 5 مليون اذا بحال شدينا 20 قسمنا على 5 اذا غتعطينا 4 اذا 4 سنتيمتر اذا شنو هي 4 سنتيمتر يا المسافه اذا غنكتبوا المسافه ها على التصميم ياك اذا غنديروا المسافه على التصميم او نديروا طول طريق السيار على الخريطه بحال عطينا احسب طول طريق السيار على الخريطه طول طريق السيار اذا غنكتبوا طول طريق السيار على الخريطه ديما نرجع للسؤال ديما نرجع شنو طالبين مني طالبوا السؤال ونحيد هذاك اذا هما هذا المصطلح اللي عاطين تما غنمشي معاه طول طريق السيار على الخريطه بالسنتيمتر ونرجع لتحت وغنحول غندير اولا التحويل غندير 200 كيلومتر تتساوي 20 مليون سنتيمتر ثم غنكتب طول طريق السيارة على الخريطة إذا غندير 20 مليون مقسوم على 5 المليون غتعطيني 4 سنتيمتر الحمد لله إذا هذه هي المسافة على التصميم التمرين الثالث إذا كان طول طريق على خريطة ذات سلم 1 على 300 هي بلوغ 6 سنتيمترات احسب طوله الحقيقي شنو عاطينا هما؟ السؤال شنو عاطينا؟ عاطينا نحسبوا الغطاء الحقيقي لا خصك شنو عاطينك المعطيات هي الاولى بعدا باش نعرفوا عاد نشوفوا شنو طالب منا عاطينا السلم السلم وعاطينا المسافة المسافة على التصميم على التصميم ما عاطيناش المسافة الحقيقية المسافة الحقيقية هي اللي باغينا هي اللي باغينا هي اللي طلبوا منا ياك إذا شنو غنعملوا مبدئيا شنو غنعملوا بلا ما نخلي الوحدات شنو غنعملوا نديرو 15 سنتيمتر اييه 15 سنتيمتر في 300 15 في 300 اذا غتعطينا شحال 3 في 5 15 3 في 1 3 هذه 4 اذا غنزيدو صفرين هي 4500 4500 شنو سنتيمتر حيت راه في الاول انطلقتي في السنتيمتر اذا 4500 سنتيمتر اذا غنحولوها باش نرجعوا للمتر شنو غنديروا هنا سنتيمتر عندنا 4500 سنتيمتر شحال فيها المتر هذه سنتيمتر فيها 100 متر شنو مزيان عندنا 45 وجوج الاصفار 4500 سنتيمتر شحال فيها المتر هذه فيها متر غنديروا فاصل هنا شحال تولي هي 45 45 هانتي ملي تيكون عندنا المتر تنزيدو جوج الاصفار او تنضربو في 100 وملي تيكون نبغيو المتر تنقسمو على 100 طبيعة الحال تنهضرو على السنتيمتر المتر فهمتي ولا بين السنتيمتر والمتر اذا ملي تيكون عندنا السنتيمتر نبغيو المتر تنقسمو على 100 وملي تيكون عندنا المتر وتنبغيو السنتيمتر تنضربو في 100 فهمتي ولا اذا غنقسمو على 100 اذا غتولي عندنا 45 شنو متر متر ها نحطها هنا غنحطوه هنا غنحطوه في هذا الجدول ياك نبغى يفسر لك السلم شنو المقصود به 1 على 300 طبيعة الحال حنا عرفناها من حيث العملية ديال الحساب حنا عرفنا بأن 1 على 300 تنضربو في 1 على 300 يعني تنقسمو على 300 فهمت ولا دابا هما بغا يفسروا لك شنو هو المقصود ب 1 على 300 المقصود بأن 1 على التصميم تساوي 300 على الحقيقة هذا هو المقصود به فهمت ولا كل 1 سنتيمتر على التصميم تساوي 300 سنتيمتر على الحقيقة هذا هو المقصود بهاد 1 على 300 اللي عندنا هنا فهمت ولا هنا عندنا مثلا إذا كان كل واحد كل سنتيم إذا كان كل سنتيم على الورق تساوي 300 سنتيم
على الحقيقة فشحال تمثل 15 سنتيم على الورق من سنتيم على الحقيقة؟ إذا راه باينة غنشدو 15 غنضربها في 300 هانتي كل سنتيم تمثل 300 سنتيم 300 سنتيم على الورق 300 الواقع. حنا عندنا شحال حنا في شحال عندنا حنا في الخانة الثانية؟ عندنا 15 سنتيم وكل سنتيم من هاد السنتيمات كل واحد يمثل 300. شنو المقصود بهذه؟ يعني اننا غنشدو ديك 15 غنضربوها فين؟ غنضربوها في 300 غنضرب الواحد لحقاش كل سنتيم تمثل 300 اجا لا عندنا 15 سنتيم كلهم غيمشيو بهذه الطريقه كل واحد يمثل 300 سنتيم على الارض. اذا شنو غنعملوا؟ 15 مضروبه 300 كما بغيتي حسبتيها بهذا المعنى ولا حسبتيها بالمعنى اللي شفنا قبيله. عموما باش ما تلفش فين يكون عندك تصميم المسافه التصميم تضرب في العدد اللي تحت تتلقى المسافه الحقيقيه، وإذا كان عندك المسافة الحقيقية تتقسم على ذاك العدد الكبير وتتلقى المسافة على الورق أو على التصميم. هذه بصفة عامة. هنا عندنا 1 سنتيم تمثل 300 سنتيم على الحقيقة، عندنا 15 سنتيم شحال تتمثل على الحقيقة، عندنا 15 سنتيم على التصميم شحال تتمثل في الحقيقة في الواقع. إذا طبعا الحال كما تنعرفوا بأن فاش يكون عندنا عدد كسري فاش يكون عندنا عدد كسري بحال هذا 1 على 300 تساوي 15 على شي حاجه. اذا شنو كنعملوا؟ تنديروا 1 مضروب في هذا تساوي هذا في هذا، فهمتوا ولا؟ تساوي هذا في هذا بحال اللي داروا هنا، 1 مضروب في واحد العدد ما نعرفش هو اللي كاين هنا ما عارفين واش حنا تساوي 300 في 15. هذا عدد شنو هو؟ اذا هذا العدد تنشدوا 300 في 15 وتنقسموا غير لواحد، يعني غتبقى هي 300 في 15 وبالتالي غنلقاو داك العدد اللي تنقلبوا عليه، فهمتوا ولا؟ يعني تناسبيه، يعني هذا نوع من التناسبيه. كاين بعض المرات بعض التصاميم تكون مصحوبه بمقياس كالاتي، بعض المرات بعض التصاميم على الخريطه الى اخره، فهمتي؟ تتلقاي تحت منها بحال هاد الشكل هذا بهذا المقياس، تنشوفوا شنو المقصود به. اذا دابا شنو؟ عاطينا هاد المقياس وعاطينا عليه واحد الارقام، ما معنى هذا؟ تيقول لك راه من هنا لهنا على الخريطه او على ذاك التصميم راه تساوي 500 متر. شد المسطره ديالك وعبر هاد المقياس هو الاول، دابا تنشدو من هنا لهنا وتنقلبو نفس هذيك المسافه في من عبروا قد كواك في التصميم، يعني المقصود به ان هذيك راه على الواقع تتساوي 500 متر. فهاد المقياس تيقول لك بانه على التصميم راه هاد المسافه من هنا لهنا على التصميم راه تتساوي 500 متر. اذا بطبيعه الحال عندنا حنا هاد الجزئيات، هذيك الساعه الا بغينا نجزئو تنجزئو، ولكن ديما نحافظوا على المسافه. بحال دابا شنو عندنا؟ عندنا 1 2 3 4 5 فهمتي؟ عندنا 5 الاجزاء تيعطيو 500 متر. ما معنى هذا؟ معنى هذا بان كل جزء من هاد الصغيورين تيساوي 100 متر. هانتي 100 200 300 400 500 هي اللي عندنا هنا. اذا بطبيعه الحال على الخريطه على التصميم على الورق اذا لقينا شي مسافه قد هذه راه المقصود بان تتساوي في الحقيقه 100 متر، فهمت ولا؟ اذا دابا شنو قال لك؟ قال لك استعمل هذا المقياس وارسمه. استعمل هذا المقياس، غنستعمل هذا المقياس بنفس هاد القياسات اللي عليه وأرسم تصميما لحديقة مستطيلة الشكل طولها 800 متر وعرضها، إذا الطول ديالها 800 متر وعرضها 300 متر. إذا قول لي على المقياس قداش غيكون الطول ديالها؟ نحولها دابا مثلا تحويل لا والو، هادي قد كاع التصميم تساوي 500 متر. هذا المقياس تيقول لك بأن من هنا لهنا 500 تساوي 500 متر، ومن هنا لهنا يعني اي قياس موجود على التصميم بهذه المسافه من هنا حتى لهنا راه 1000 متر، فهمت ولا؟ ومن هنا لهنا حنا اوتوماتيكمون غنحسبوا غنلقاو بان 100 متر، كما قلنا الان 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000، فهمت ولا؟ اذا هذه المسافات متناسبه. اذا دابا شنو نطلبوا منك؟ اشنا هي؟ قال لك رسم لنا حديقة طول ديالها 800 متر والعرض ديالها 300 متر. إذا شنو غنعملو؟ أول حاجة خاصنا نرجعوها
سنتيمتر. لا ما كاينش الدرجة يعني. هنا هنا راه طريقة أخرى ديال التمثيل ديال التصميم. فهمي ليا، خلي داكشي اللي فهمتي قبيلة. أصلا شوف شوف، فهم فهم السؤال، فهم السؤال، فهم السؤال. ها أنتي من هنا لهنا 500 متر، من هنا لهنا 500 متر، من هنا لهنا 1000 متر. بغينا نمثلو 800 متر، شنو غنعملو؟ غناخدو المسطرة وغنحطو على التصميم وغنقلبو على 800. 800 كاينه 800 هنا؟ كاينه 800 من هنا. هاتي صافي، ما كاين لا تحويل لا والو، هادي تتساهل العملية، ماشي بحال الأخرى فيها الحسابات، فهمتي ولا؟ إذا دابا غنحطو المسطرة هنا، أي مسطرة واخا ما تكونش فيها القياس، علاش؟ حيت السلم هو اللي ضابط لنا القياس، فهمتي ولا؟ إذا غناخد مسطرة كيما تكون ونعبر ولا ندير البيركار. لا اسهل حاجه هي ناخذ بيركار، تنحط الشوكه هنا. حقاش حافظ على القياس؟ عادي حافظوا اكثر من المسطر. اذا غناخذوا الشوكه نحطوها هنا ونجروا القلم او الراس ديال القلم نحطوه هنا بالضبط ياك، ونمشيو نرسموا داك المستطيل ديال الحديقه وغنديروا الطول ديالو بنفس هذا القياس. ثم شنو عندنا؟ وعرضوها 300 متر، شنو غنعملوا؟ غنجيو هنا غنحط الشوكه فين؟ هنا. هي ناخذو الرمز القلم نحطو هنا هنايا. اذا غنحطو القلم، راس القلم هنا، غنحطو راس القلم هنا، ثم نحافظو على نفس القياس ونديرو العرض، ونديرو العرض، وبالتالي نكملو الحديقه ديالنا. فهمت ولا؟ قال لك ما هو سلم هذا التصميم؟ ما هو سلم هذا التصميم؟ هذا فيه الحساب. هذه فيها الحساب. اذا اول حاجه شنو غنعملو؟ تحويل سنتيمتر. ها؟ أول حاجة حتى الآخر نحولها سنتيمتر. أول حاجة المهم أنا عندي الصورة على البيسي ما عرفتش بالضبط، عرفتي علاش؟ شوفنا يعني أن يعني كبرة جوج مرات، يعني أن الورقة عندي كبرة جوج مرات. إذا حنا شنو غنديرو؟ غنمشيو لذاك التصميم اللي على الورق، غنمشيو للكتاب ديالنا. عندك كتاب هنا؟ ما عندكش المسطرة؟ عندي المسطرة ديال العبارة. ها عندي كتاب المسطرة. ها شتي شحال صغير، شتيها ماشي بحال اللي عندنا. إذا شحال عندنا هنا؟ من غنشدو الصفر غنحطو هنا، شحال عندنا هنا؟ خمسة سنتيمتر. خمسة اش؟ خمسة سنتيمتر. عندنا الطول ديال كل شيء خمسة سنتيمتر على ألف، فهمتي ولا؟ إذا شنو المقصود هنا؟ خمسة سنتيمتر على ألف. إذا شحال هاد السلم التصاميم؟ بمعنى اخر انت يعني عندنا 1000 متر تتمثل 5 سنتيمتر ياك ولا؟ شنو لقينا هنا؟ لقينا هنايا 5 سنتيمتر. 5 سنتيمتر هاي باش تاكد منها 5 سنتيمترات. اذا الطول اللي لقينا هنا 5 سنتيمترات. شنو مكتوب هنا؟ شوف هنا عندنا 5 سنتيمترات تتمثل 1000 1000 اش؟ متر. متر. اذا اول حاجه شنو؟ خاصنا نحولوا هذا المتر السنتيمتر. إذا شحال ولات؟ غتولي عندنا 5 سنتيمترات تتمثل 5 سنتيمترات 100000. هذه نحولوها للسنتيمتر 100000. إذا 5 سنتيمترات على الورق تتمثل 1000 متر على الواقع. إذا غنشدوا 1000 متر غنحولوها للسنتيمتر غتعطينا 100000 ونقسمها على 5. ونقسمها على 5 بمعنى آخر، نقسمها على 5 شحال غتعطينا؟ غتعطينا غتعطينا 20000. غادي نديرو واحد على 20000 الحمد لله. او نديرو العمليه الاخرى 5 سنتيمترات مقسومه على 1000 متر. وبالتالي ان 5 سنتيمترات مقسومه على 100000 سنتيمتر، يعني ان 5 سنتيمترات تتمثل في الواقع تتمثل 100000 سنتيمتر. صافي نختزلو بخمسه الحمد لله، نختزلو بخمسه غتولي عندنا واحد على 20000 كما درنا ليها. إذا سلم التصميم اللي عندنا هنا هو 1/20000. إذا نستكمل في الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى اللقاء القادم بإذن الله.